لقد بحثت مع أخي فخامة الرئيس نيوسي السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وتوسيعه في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة والبنى التحتية والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري والتعاون العسكري كذلك. وما نليه معا من أهمية لتوزيع الصادرات وتدفق الاستثمارات المباشرة وترقية المبادلات التجارية. جددت لأخي فخامة الرئيس نيوسي وقوف الجزائر وتضامنها مع جمهورية موزمبيق في مواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف، معربا له عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها وخبرتها في هذا المجال. وبصفة عامة اتفقنا على تفعيل آليات التعاون المتاحة لتحقيق أهدافنا المشتركة، بدءاً بعقد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة في أقرب الأجل. فقد اغتنمنا أنا وأخي الرئيس هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عديد المستجدات دولياً وقارياً، خاصة الوضع في منطقة الساحل ومنطقة البحيرات الكبرى، كما تطرقنا إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة. وفي هذا السياق جددنا دعمنا المطلق لتكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، أكدنا على أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وما دمنا دولتين موزمبيق والجزائر عضوين غير دائمين في مجلس الأمن فلنا تطابق تام في الرؤى فيما يخص القضايا وبالأخص القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. Monsieur le Président qui est présent a dit tout ce que nous avons discuté. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قال كل ما دار بيننا من حوار، وأنا أوافق كل ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص تاريخ موزمبيق واستقلالها من المستعمر. الموزمبيق عرفت طريقها نحو الاستقلال من خلال تضحيات هذا البلد. نحن هنا مرة أخرى نقدر دور الجزائر في مساعدة رجال ونساء موزمبيق والذين تعلموا كل شيء من هذا البلد الجزائر وطبقوه في دولتنا من أجل مواجهة المحتل الذي استعمر أرضنا. Estamos aqui para melhorar este cenário e resgatar o sonho dos líderes. نحن هنا لبلورة حلم قادتنا، وعليه فإننا ملزمون بتطوير القطاعات التي من شأنها أن تخدم الأجيال القادمة. ونعتبر هذه الزيارة تاريخية بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، وسنواصل الاعتماد على التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب.
أما العامل المشترك الثاني الذي يجمعنا فإنه يعتمد على إقامة شراكة في المجالات ذات الأولوية لبلدينا. فهناك منتدى رجال الأعمال وتحويل التكنولوجيات وتبادل التجارب وتكوين رأس المال البشري في عديد القطاعات مثل الغاز والبترول، وسنعمل سويا في منح تحقيق هذه الأهداف. Senhor Presidente, caros presentes, gostaríamos de afirmar ao povo argelino que temos acompanhado. سيدي الرئيس، الحضور الكريم، نود أن نجدد للجزائريين أننا رافقنا دور الجزائر تحت قيادة الرئيس في استتباب الأمن في منطقة شمال إفريقيا. Argélia tem sabido conjugar os esforços com outros intervenientes regionais. الجزائر وموزمبيق عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، وسنعمل سويا على احتماد مواقف مشتركة في الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى للحفاظ على السلم والاستقرار والازدهار بالقارة الإفريقية. Com destaque para o continente africano.